أكد رئيس الوزراء الأردني بشير الخصون أن اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظاما ونجاحا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقب انتهاء اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا في العاصمة عمان. هذه اللجنة المشتركة العليا هي من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظاما، إن لم تكن أكثرها انتظاما وأفخر بأن أقول أيضا إنتاجا. اليوم راجعت اللجنة المشتركة العليا في دورتها 31 المنجز ما بين دور انعقادها السابق الذي استضافته القاهرة ودور انعقادها الحالي التي تشرف المملكة الأردنية الهاشمية باستضافته، واستعرضنا الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار بما فيها ضمان انسيابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضي الدولتين بعيدا عن أي عوائق أو معيقات من أي نوع ومن أي نمط، وخصوصا الشاحنات التي تمر عبر وسائط الترانزيت. استعرضنا أيضا جملة من القضايا التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. كما أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ضرورة مضاعفة الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وشدد الخصاونة على ضرورة التكامل في مجال البنية التحتية خصوصا في مجال الغاز والاستفادة المشتركة في المرافق على جانبي الحدود بين البلدين. تحدثنا أيضا عن ضرورة العمل الدؤوب إلى مضاعفة قدرة خط الكهرباء الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأيضا عن التكامل فيما يتعلق بخدمات البنى التحتية وخصوصا في مجال الغاز، واستفادتنا المشتركة من المرافق على جانبي الحدود بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في هذا الصدد. وأيضا تحدثنا عن مشروع خط النقل العربي الذي يهدف إلى ربط أفريقيا بآسيا عبر العقبة مرورا بسيناء ثم إلى العريش ومنها إلى وشواطئ المتوسط ومنها إلى العالم.